وصية: سأوصي بصيرا إن دنوت من البلا، وكل امرئ يوما سيصبح فانيا، بألا تأن الود من متباعد، ولا تنأ إن أمسى بقربك راضيا. فذا الشنء فاشنأه، وذا الود فجزه على وده، أو زد عليه العلانيا. وآس سرات الحي حيث لقيتهم، ولا تك عن حمل الرباعة وانيا. وإن بشر يوما أحال بوجهه عليك فحل عنه وإن كان دانيا. ولا تعدن الناس ما لست منجزا، ولا تشتما جارا لطيفا مصافيا. ولا تزهدن في وصل أهل قرابة، ولا تك سبعا في العشيرة عاديا.